أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحليل بي الوحدة الثامنة المخلفات الصلب والسائل solid and liquid. ويس نواصل شرح محتويات هذه الوحدة، ونتناول هنا النفايات الصناعية الصغيرة وهي جزء من النفايات الصلبة، أي صنف من أصناف النفايات الصلبة. هي نفايات المصانع والورش، وهي بقايا الأخشاب والألومنيوم والحديد والزنك والبلاستيك وقصاصات الورق والمواد الخام. هذه النفايات ذات أهمية اقتصادية ويمكن إعادة تدويرها، يعني هذه واحدة من النقاط المهمة أنه يمكن أن نستفيد منها مرة ثانية من هذه نفايات الصناعة الصغيرة. يمكن الاستفادة من تدوير هذه المخلفات في صناعة لعب الأطفال، شماعات الملابس وصناعة الكرتون. نفايات مخلفات الحيوانات، هنا بشكل واضح ممكن نستفيد منها في هذه الصورة كسماد، مفيدة كسماد في زراعة المنتزهات والحدائق، لا تحتاج لفرز لأنها مصنعة بطبيعتها. نفايات مخلفات الحيوان. النفايات الزراعية الصلبة هي المخلفات الزراعية النباتية وبقايا الأعلاف ومخلفات الحصاد، تمثل 2.7 مجموع النفايات. 2.7 مجموع النفايات هي نفايات غنية لإنتاج السماد العضوي كومبوستينج، هي مصدر لإنتاج الفحم النباتي والأخشاب. إذن هذه هي واحدة من فوائد النفايات الزراعية الصلبة، وهذا شكل واضح، أي هذه الصورة واضحة للنفايات الزراعية الصلبة، ولها فوائد منها أن تكون كسماد أو إنتاج الفحم النباتي والأخشاب.